في وقت اعتقد كثيرون أن المعلومات عن زيارة رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك إلى السعودية تعني تغييرا في السياسة الخارجية للمملكة، ثبت أن هذا الموضوع هو حشر لروسيا بعدما تطور موقفها في كواليس الدبلوماسية إلى حد التخلي عن الأسد. الزيارة باتت شبه مؤكدة بعدما نقلت صحيفة الحياة بعض التفاصيل عنها ووصفتها باللقاء المعجز بين المملوك والمسؤولين السعوديين. خلال اللقاء ربطت السعودية مصير الأسد بعملية سياسية في سوريا، شرطها الأول انسحاب إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها وحزب الله مقابل وقف دعم المعارضة، على أن تكون المرحلة الثانية من الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي. اللقاء جاء بعد 20 يوما على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، وبعد أسبوع من اللقاء الثلاثي الذي جمع في الدوحة وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية. خلال هذه اللقاءات ناقشت المملكة العربية السعودية مبادرتها التي تريد من خلالها خرق الركود في الملف السوري. وفي هذا الإطار يسافر عادل الجبير الثلاثاء إلى موسكو لمواصلة الاتصالات مع روسيا، فالسعودية باتت مرتاحة الضمير أنها فعلت ما عليها، ولم يعد بإمكان روسيا أن تتهمها بأن دعمها للمعارضة هو الذي يعرقل الحل. باتت القضية اليوم تقف على مدى جدية روسيا في إيجاد الحل وتسهيله.